أنظار العالم كانت شاخصة نحو نهائي مونديال كرة القدم روسيا 2018، والذي شهد مواجهة المنتخب الفرنسي نظيره الكرواتي في مسك الختام. ففي مختلف المرافق تسمر عشاق الساحرة المستديرة أمام التلفاز للاستمتاع بنهائي مرتقب ما بين فرنسا وكرواتيا. حذر العشاق وتغنوا بأمنياتهم لمن سيكون بطلا لمونديال روسيا 2018. كأس العالم يعني شهر جميل وتستمتع، والشباب يكون لهم أماكن يعني محددة وشيء جميل، وأنا اليوم حزين لأن آخر يوم. أما الكأس العالم فجميل جدا، كرواتيا أتوقع تأخذ كأس العالم وتستاهل كفن وخبرة ومدرب، فأتمنى أنا كرواتي، فأتمنى كرواتيا تأخذ كأس العالم. ما كنا نتوقع وصول كرواتيا، بس أداهم كان جميل، تفاعلهم كان جميل في البطولة، وبالحماس وبتكاثف الفريق والجمهور معاه قدروا يحققوا الوصول للنهائي، واتمنى لهم الفوز ان شاء الله. نهائي العمر ابتسم للديوك الفرنسية وبأربعة اهداف مقابل هدفين، حارمين كرواتيا من لقب كان يمثل الحلم للكتيبة الكرواتية، لكن خبرة المنتخب الفرنسي تفوقت وبنتيجة عريضة. متحدي الشباب وان فرنسا راح تاخذ كاس العالم وما خاب ظني، وانا كنت متوقع النتيجة 5 شيء مثل شيء، بس زين رحموهم ب4. هذا وصول فرنسا للنهائي كان يعني اصعب مجموعة انا شفتها للامانة، واقوى المنتخبات وقفت قدامها، عرفت شلون؟ فتستحق بجدارة البطولة. الاجواء عندنا حلوة للامانة، حضور جماهيري، لكن البطولة اعتقد راحت للي يستحق، اللي هو المنتخب الفرنسي من بداية البطولة وهو يعني مستوى ثابت، والأمانة يعني الكرواتي يستحق المركز الثاني. النهائي غير متوقع كنتيجة، غير متوقعة، لكن المنتخب الفرنسي احنا راهلنا انه راح يفوز البطولة.